أهلا بكم مشاهدينا الكرام في صدى أقلام جديد نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف المحلية العربية والدولية، ونبدأ بعد الفاصل. نبدأ بالعربي الجديد حيث جاء فيها حول الصراع بين المالكي والصدر. كتب عمار السواد مقالا نشرته صحيفة العربي الجديد، يقول الكاتب فيه: شخص مزاجي منفعل استكن اسما على شرعية مرجع ديني. من هو الحائر؟ مزاجي غضوب رفعت الشرعية الفقهية عنه فهرب من ذلك زاجا أتبعه مجددا في معركة دم سماها الإصلاح بين مزدوجين، وهي ليست أكثر من صراع بينه وزعيم حزب الدعوة نور المالكي في السابق، حيث دفع ممثليه في البرلمان كي يصوتوا للمالكي في عام 2006 رئيسا للوزراء لمنع نده في صراع العائلات النجفية زعيم المجلس الأعلى للدعوة عبد العزيز الحكيم من فرض اسم آخر للمنصب كان على الجميع الخضوع لاختياراته وعلى جمهوره الطاعة، لأن ما اجتباه هو الصحيح. وحين اختلف مع المالكي وجه البوصلة في اتجاه آخر تماما، معركة الصدر في مواجهة رئيس الوزراء الأسبق، حيث تتفرع هذه المعركة لأن الأخير تحول إلى مؤسس ميليشيات اعتمادا على انشقاقه من داخل الجيش، وهو جيش المهدي المنحل فعصائب أهل الحق بقيادة قيس الخزعلي، حيث تظل أهم نماذج محاولات المالكي أن يربك فيها غريمه عبر إيجاد أعداء له من بين أتباعه. يمكن استخدام مصطلح الإسلاميين الحاكمين في العراق الطاغية المقتبس من القرآن صفة لفرعون. لا يمكن النظر إلى المعركة بين المالكي والصدر إلا مواجهة بين طاغيتين لم يتسع العراق لهما معا. لم يرغب المالكي بمنافس أطاح كل خصومه تدريجيا، حتى مرجعية النجف التي تتعكز عليها منظومة الشيعية السياسية العراقية خاض صراعا معها لأنها منافس. الصدر هو الآخر يريد انتخابات بدون الأحزاب القديمة. الوضع العراقي يعاني من عنف مستمر ونهب ممنهج واستهتار لا حدود لها. هناك رغبة مستمرة بأن ينفرد أحد مقابل حالة شتات مدمرة، وفي الوضعين خراب. في الحالتين تتربص دوافع الرغبة الذاتية المدمرة لظروف بلد يمتلك عوامل جيدة كي ينهض. نعم، بدا الرجل غاضبا في خطابه أخيرا، لأن بعض أنصاره استخدموا السلاح وهددهم بالتبرؤ منهم، لكن يصعب تصديق أن جمهورا منضبطا جدا في اتباع خريطة التصويت الانتخابي ويخشى قائده خوف طاعة لا نقاش فيه، تحرك بلا ضوء أخضر. وإذا صدقنا غضب الرجل وهو يقرع أتباعه، فربما يعبر عن خيبة أمله من أنهم لم يخفوا السلاح وهم يمرون أمام الكاميرات مستعرضين القوة والسطوة في بلاد باتت ملامحها لا تختلف كثيرا عن يوميات الفيلم المصري البيضة والحجر. في مقال جاء فيه: رغم أن إيران لم تحتل العراق عسكريا في عام 2003، إلا أنها حصلت على تفويض من الولايات المتحدة الأمريكية التي احتلت العراق، وبدأت إيران منذ ذلك الحين تمارس هيمنتها على العراق والعراقيين سياسيا وأمنيا وحتى اقتصاديا، من خلال سفيرها في بغداد وممثل الحرس الثوري الجنرال قاآني المرتبط ارتباطا وثيقا بالمرشد الإيراني علي خامنئي. وهذا النموذج من الانتداب لم يحدث في أي دولة أخرى من دول العالم سوى التي تهيمن عليها إيران من خلال التحالف الغربي الأمريكي معها، والتي اعتبرها أفضل أداة يمكن فيها استخدامها لتدمير الدول العربية والإسلامية الذي يجمعهم عداء مشترك ضد العرب والمسلمين، رغم رفض الشعب العراقي الهيمنة الإيرانية من خلال القيام بعدة ثورات وانتفاضات ومظاهرات شعبية قدم من خلالها آلاف الشهداء والجرحى، إلا أنه
لم يستطع نيل استقلاله الكامل منها، لكن مع إيران الأمر مختلف تماما رغم كل التضحيات التي قدمها الشعب العراقي. يبقى الانتداب الإيراني يمارس دوره بالوكالة وليس بالأصالة، فكلما ضغط على الأصيل برفض الوكيل المعين كلما ضعفت الهيمنة واستقل العراق ونال الشعب حريته، وهذا يأتي من خلال التواصل مباشرة مع الولايات المتحدة والمنظمات الدولية والضغط عليهما من خلال الانتفاضات الشعبية والعصيان المدني الذي يشل النظام وينعكس ذلك على مصالح أمريكا في العراق. ومن الجدير بالذكر أن من خباثة الولايات المتحدة أنها جعلت وكيلها على العراق أسوأ منها، حتى يضطر العراق القبول بالهيمنة الأمريكية والتوسل بها لكي تخلصه من وكيلها الذي فرضته على الشعب. واليوم غالبية الشعب العراقي يعاني من سياسة إيران التوسعية العنصرية التي تعتمد على الطائفية وعلى سياسة الأرض المحروقة التي نتج عنها ملايين المهجرين والنازحين مع تغيير ديموغرافي في مناطق بعينها. أعتقد أن الفرصة اليوم آتية للشعب العراقي أن يتخلص من الانتداب الإيراني بعدما اتسعت دائرة الرفض الشعبي له بما في ذلك مناطق الوسط والجنوب. نشر صحيفة نيويورك تايمز تقريراً للصحفية جين عراف قالت فيه إن السياسيين العراقيين فشلوا كل الفشل في تشكيل حكومة جديدة بعدما يقرب من العام من الانتخابات الأخيرة، وشهدت بغداد العاصمة للتو أسوأ اشتباكات بين الميليشيات منذ سنوات، وعلى الرغم من الثروة النفطية الهائلة فإن الدولة لا تستطيع توفير الخدمات الأساسية في معظم الأيام في العاصمة العراقية بغداد. توفر آلات ثقب الصخور والمثاقب الكهربائية الموسيقى التصويرية لطفرة البناء، حيث تتشكل مطاعم متعددة من الطوابق ومبنى جديد للبنك المركزي بقيمة 800 مليون دولار يرتفع فوق أفق العاصمة. لكن هذا الازدهار الظاهر في أجزاء من بغداد يتناقض تماما مع ما يراه العديد من المسؤولين والمواطنين العراقيين، حتى على أنه الأساس المتداعي للدولة العراقية وهي دولة شرق أوسطية غنية بالنفط، الآن تحديدا في تهديد خطير من نوعه لاستقرار البلاد الهش أصلا، حيث تقتتل الجماعات المسلحة، تقتتل هذه الجماعات الشيعية المتنافسة فيما بينها والأقوى من بينها تلك المرتبطة بإيران المجاورة وهي خارجة عن سيطرة الحكومة المركزية العراقية. وخارجيا وعلى المستوى السياسي وعلى المستوى الأمني، العراق الآن دولة فاشلة، لا يمكن للدولة العراقية أن تبسط سلطتها على أراضيها أو على شعبها. وقالت ماريا فانتابي من مركز الحوار الإنساني، وهي منظمة لإدارة النزاعات مقرها سويسرا، إذا ناقشنا عراق ما بعد عام 2003 فعلينا أن نقول إنه لم يكن في الواقع دولة فاعلة، لم يكن لدينا رئيس وزراء له سيطرة كاملة على قوات الأمن أو على الحدود. يعود الفضل في عدم انهيار العراق إلى حد كبير إلى الثروة النفطية الهائلة للبلاد، لكن معظم المواطنين لا يرون أبداً فائدة هذه الثروة، ويعانون من انقطاع التيار الكهربائي اليومي والمدارس المتهالكة ونقص الرعاية الصحية أو حتى المياه النظيفة. ووفقاً لمسؤولين حكوميين ومحليين، فإن الميليشيات والجماعات القبلية تستحوذ على عائدات الجمارك من ميناء أم قصر العراقي على الخليج، المعابر على طول 1000 ميل من الحدود مع إيران هي مصدر آخر للدخل غير المشروع، وتسيطر الميليشيات المدعومة من إيران في العراق على قطاعات مثل الخردة المعدنية، وتبتز الأموال من الشركات مقابل الحماية.
نشر موقع سترافور الأمريكي للدراسات الأمنية والاستخباراتية الذي يوصف بالمقرب من المخابرات الأمريكية تحليلاً على موقعه، أكد فيه أن القرار الروسي بوقف الغاز الطبيعي عبر خط أنابيب نورد ستريم 1 سيؤدي إلى إجبار الحكومات الأوروبية على إعطاء الأولوية لجهود تخفيض الطلب قبل فصل الشتاء، بالإضافة إلى زيادة الدعم المالي للأسر والمرافق، بدون المعرفة أن روسيا تصعد استخدامها لإمدادات الطاقة كسلاح استجابة لانخفاض أسعار الطاقة في أوروبا، والخطط الغربية كذلك لفرض قيود على أسعار النفط والغاز الطبيعي كذلك الروسي. ومن المرجح أن الخطوة الروسية الأخيرة جاءت رداً على الاتفاقية التي توصلت إليها مؤخراً مجموعة الدول الصناعية السبع بشأن فرض سقف على أسعار النفط الروسي، استباقاً لدراسة المفوضية الأوروبية أيضاً لتقييد أسعار غاز خطوط الأنابيب الروسية، وربما تسببت هي الأخرى أيضاً بزيادة المرونة الأوروبية أمام تهديدات قطع الغاز الروسي الطبيعي في إقناع موسكو بالحاجة لمزيد من الضغط. إذا لم تعد روسيا فتح خط أنابيب نورد ستريم 1 فقد تقترب الأسعار مرة أخرى من المستويات القياسية التي شوهدت في أغسطس آب عندما يزداد الطلب على التدفئة خلال الأشهر المقبلة. وبالرغم من تنامي المخزونات فإن الإمدادات إلى أوروبا لا تزال محدودة، مما يزيد من احتمال فرض تدابير إضافية في جميع أنحاء أوروبا هذا الشتاء، ويهدد ذلك بتسريع الإرهاق من الحرب بين سكان أوروبا. وإذا استمر ذلك لفترات طويلة فإن هذا الإرهاق قد يؤدي في النهاية إلى تآكل التضامن الأوروبي مع أوكرانيا. ويدرس قادة الاتحاد الأوروبي أيضاً فرض ضرائب استثنائية على شركات الطاقة التي تكاليف إنتاجها أقل من أسعار بيع السوق، ويبدو أن هذا هو الخيار المفضل لكل من فرنسا وألمانيا مقارنة مع وضع سقف للأسعار على مستوى الاتحاد الأوروبي. وسط قلق متزايد بشأن احتمال إجراء كوريا الشمالية لاختبارها النووي السابع من نوعه، عقدت البلاد الجلسة السابعة للدورة الرابعة عشرة لمجلس الشعب الأعلى، حيث أعلن رئيس الدولة كيم جونغ أون رسمياً أن كوريا الشمالية لن تتخلى مطلقاً عن ترسانة الأسلحة النووية التي تمتلكها. وتقول إيلين كيم نائب مدير كريسي كوريا بمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية الأمريكية في تقرير نشره مركز إن هناك أربعة أمور مهمة شهدها اجتماع مجلس الشعب الأعلى، أولها إصدار كوريا لقانون جديد يزيد من تعزيز وضعها النووي، وثانيها أنه في ظل القانون الجديد أعلنت كوريا عن خمس حالات يمكن بمقتضاها أن تشن هجوما نوويا استباقيا، وثالثها أوضحت كوريا في القانون أنها لن تتشارك مطلقاً مع دول أخرى في أسلحتها أو تكنولوجيتها النووية، ورابعها أن كيم جون أون أوضح تماماً أن البلاد سوف تقوم بكل ضغوط العقوبات المتوقعة التي تفرض عليها للتخلي عن أسلحتها النووية. حول ما يعنيه القانون الجديد لوضع كوريا الشمالية النووي، تقول كيم إن القانون الجديد محاولة أكبر لتعزيز وضع القوة النووية الكورية الشمالية الذي وصفته بأنه لا يمكن العدول عنه وغير قابل للتفاوض، ويتناقض ذلك مع سياسة نزع السلاح النووي الكامل والذي يمكن التحقق منه ولا يمكن العدول عنه التي تتبعها واشنطن وسول تجاه كوريا الشمالية. فمن خلال القانون الجديد وضعت كوريا الشمالية الأساس القانوني بأنه لن تكون هناك محادثات مستقبلية بشأن نزع السلاح النووي للبلاد. وأوضحت كيم أن كوريا الشمالية بذلك خفضت من سقف استخدامها للأسلحة النووية، ويبدو أن القانون الجديد يوضح أن هناك نية
لشن هجوم نووي تكتيكي استباقي ضد القوات الكورية الجنوبية والأمريكية في كوريا، خصيصاً من أجل ردع أي عملية عسكرية محتملة تقوم بها سول وواشنطن ضد قيادة كوريا الشمالية أو بنيتها العسكرية المهمة، ومنع المشاركة العسكرية من جانب الولايات المتحدة إذا كانت هناك حالات طارئة في شبه الجزيرة. أترككم الآن مع أوقات ممتعة مع الكاريكاتير. وفي أخبارنا المنوعة، يتزامن شهر سبتمبر أيلول الجاري حيث تستعد المدارس فيه في مختلف البلدان حول العالم برمته لبدء العام الدراسي الجديد مع اليوم الدولي لحماية التعليم من الهجمات، والذي يصادف في 9 من الشهر نفسه. وقد أعلن هذا اليوم بموجب قرار الجمعية العامة الذي اعتمد بالإجماع، ودعت فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة كل من منظمتي الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو والطفولة يونسيف إلى إذكاء الوعي بشأن المحنة التي يمر بها ملايين الأطفال القاطنون في البلدان المتضررة بالنزاعات. تمكن الأطفال في معظم الدول حول العالم من العودة إلى مدارسهم بعد حوالي عامين اضطرت فيها المدارس إلى اعتماد التعليم أونلاين في ظل تفشي فيروس كورونا الجديد، إلا أن كورونا وغيره من الفيروسات الخطيرة لا يعد العائق الوحيد والرئيس أمام عودة الأطفال إلى المدارس من جديد أو الدراسة في جو آمن تماما. وتشير الأمم المتحدة إلى أن الأطراف المتحاربة تنتهك إحدى أهم القواعد الأساسية للحرب، وهي حماية الأطفال. وباتت الطبيعة الممتدة زمنيا للنزاعات الحالية تؤثر بشكل كبير وملحوظ على مستقبل أجيال بأسرها من الأطفال ومن دون إمكانية الحصول على التعليم، حيث سينشأ جيل من الأطفال الذين يعيشون في أوضاع مزرية في ظل النزاعات دون أن يكتسبوا المهارات التي يحتاجونها ليساهموا في بناء بلدانهم وإعمار اقتصاداتها. وفي خبر آخر، تمتد هضبة هوسار في أحضان متنزه جبال كاتشكار الواقعة في ولاية ريزا شمالي تركيا، إذ تتيح لزوارها التأرجح فوق الغيوم والاستمتاع بجمال الطبيعة الخلابة ومناظرها الساحرة، خاصة وقت الغروب. وتقع الهضبة على ارتفاع 2700 متر عن سطح البحر وسط سفوح جبال كاتشكار التي تعد رابع أعلى سلسلة جبلية في تركيا، بارتفاع يبلغ 3937 مترا. الصندوق العالمي للطبيعة أدرج جبال كاتشكار ضمن المناطق البيئية 200 التي يجب وضعها تحت الحماية. وتجذب الهضبة هواة التصوير الراغبين في توثيق المشاهد الخلابة والتقاط الصور لها حين تعانق الغيوم
غروب الشمس على ارتفاع أكثر من 2000 متر، ويصطف الزوار في طوابير طويلة أمام المراجيح المنصوبة على أطراف الهضبة بانتظار دورهم للاستمتاع بالتأرجح فوق الغيوم والتقاط الصور التذكارية الفريدة من نوعها. والآن نتابع فيديو اليوم الذي اخترناه لكم من مواقع الصحف. إلى اللقاء.